أحمد معنا أبو رجال الشبيه لكلمة الوعظ يجود لنا أستاذ الخطيب حسن الصالي معنا أبو رجال الشبيه كلمة التوجيه لكلمة الشكر لفدواته سليمان أبا سنة رجال الشبيه ونهانه فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا من قبلك الخلق
كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. Thank you.